تحت إشراف معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي، الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي تنظم ابتداء من الفاتح إلى 16 أوت 2015 عروضا سينمائية في شواطئ كل من وهران، بجاية، عنابة، تلمسان، بومرداس والعاصمة، وهذا تحت عنوان سيني بلاك. عروض أفلام سينمائية تقدم للجمهور يوميا عند الساعة 9:30 ليلا، والدخول مجانية. سيني بلاج بمساهمة التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية.